هشام عبور صحفي حر، هشام عبور صحفي حر، هشام عبور صحفي حر، هشام عبور نشر اليوم دوما الإرهاب. السعودية تلعب في دور كبير على الساحة الدولية ولا يقارن إطلاقا مع دور الجزائر التي تعتمد دبلوماسيتها على الهروب للأمام والغياب عن المحافل الدولية. السعودية حسب يومية لو موند الفرنسية قدمت مخطط للخروج من الأزمة وبعثت به لعدة دول نافذة من ضمنهم فرنسا. في هذا المخطط كاين نقطتين. النقطة الأولى هو نشر قوات سلام عربية في غزة. النقطة الثانية هو تحويل القادة السياسيين والعسكريين لحماس إلى الجزائر. وعلاش يخدموا في الجزائر؟ قلت لأن الجزائر عندها علاقات طيبة مع قطر ومع إيران اللي هما داعمين أساسيين لحركة حماس. ولكن ما هي علاقة الجزائر مع حماس؟ دبلوماسية سعودية أخفقت في تقييم العلاقة ما بين حماس والجزائر. الجزائر هذه غيرت على ما كانت عليه، لأنه فكرة ترحيل قيادة حماس الجزائر تعود إلى ما حصل في سنة 82 لما تم ترحيل الفدائيين المقاتلين الفلسطينيين إلى الجزائر، داروهم في معسكر بسهم بعدهم البيض. نقول للإخوان السعوديين لقد أخطأتم. جزائر 2023 ليس جزائر 2082. 82 جيش كامل جاء وتحطوا في تبسة وكل شيء توفر لهم، والجزائر كانت قادرة على إشقاها، قادرة على استوعاب. اليوم ما قدرتش تستوعب 10 جرحى من غزة، ما قدرتش تجيبهم. وتكذب تقول لك راح تجيب 400، راح تجيب 400 مسخر يعني بروح حاول يتمسخروا الشامله باش كنت قاعدين يتمسخروا. هذا اللي يقول لك راح نجيبوا 400 جريح. اذا في هذا المخطط الاخوان السعوديين اخطاوا. لماذا؟ ماشي كيما يقولوا الجزائر ماهيش قادرة، لا نعطيك. أولا هذا المخطط اللي يشمل الجزائر ويعطي للجزائر دور كبير، دور كبير، هذا المخطط بدون مشاورة مع الجزائر. يا سعوديين روحوا تشاوروا مع الجزائر يشوفوا اسكو يقبلوا الأولى، وتشاوروا مع حماس واسكو حماس يقبلوا يبعثوا كبار المسؤولين العسكريين منهم سي محمد الضيف، هو مطلوب مطلوب دوليا. وهل سي محمد الضيف يثق بعصابة الجزائر؟ لا ابدا. انا اقول هذا من الان، ابدا ولا واحد من حركة حماس يثق في نظام العصابة الحاكمة في الجزائر. نعطيكم الأدلة. منذ بداية الحرب على فلسطين من طرف إسرائيل لم
تنطق السلطات الجزائرية ولو مرة واحدة بكلمة يذكر فيها اسم حماس محرم. لماذا؟ لأن حماس أمريكا وأوروبا تعتبرها حركة إرهابية، وبالتالي العصابة الحاكمة في الجزائر ما تكلمش عليها، ما تأيدها. لم توجه السلطات الجزائرية ولو رسالة مساندة واحدة لقيادة حماس. مساندة المقاومة الفلسطينية كفلسطين كاملة، خلينا من حماس، من طرف الجزائر صفر صفر. نعطيك الدليل، في الوقت اللي كانت العواصم العربية والعواصم الأوروبية كلها خارجة تساند فلسطين، الشعب الجزائري كان يقمع ويمنع من التظاهر والتعبير عن مساندته للشعب الفلسطيني، وحتى الملاعب أغلقت في وجه الجمهور حتى لا يعبر عن مساندته للقضية الفلسطينية. وهذا ما لم تقم به أي دولة وأي نظام عربي المطبع مع إسرائيل، المطبعين مع إسرائيل. في مصر يومين الناس تخرج، في المغرب يومين الناس تخرج، في كل المدن، في كل الدول المطبعة ناس خارجة. الجزائر النظام الوحيد اللي منع الشعب من التعبير عن مساندته للقضية الفلسطينية. ضف إلى ذلك من ناحية المساعدات، باستثناء طائرة واحدة محملة بالمساعدات الإنسانية مشات 15 يوم بعد يعني الهجوم على غزة، يمكن لما تونس اللي تمر بأزمة كبيرة استقبل 20 طفل جرحى من غزة، الجزائر رفضت. ولما تكشف الرفض ديالها طبعا كما عادتهم بالكذب قالت نجيبوها 400، راحوا 400 استناو، راحوا 400 وعلى من تكذب؟ على من تقرا زبور يا داود؟ قادرين انتم تستوعبوا 400 جريح من فلسطين؟ ما عندكمش مستشفيات، ما عندكش مستشفيات، انتم ما بنيتوش، ما هربتوا الدراهم لاوروبا والامريكا ولدبي، هاربين الشعب الجزائري من المستشفيات كيفاش تحبوا تفتحوها للفلسطينيين. ماش مستشفيات في الجزائر، عندنا قاعات تحضير للموت، ايه قاعات تحضر الناس للموت. اذا المساعدات الجزائرية، موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية في وقت الشدة، في وقت الشدة على محك الحرب، موقف سلبي. وفي ذلك ولا نشاط دبلوماسي واحد ولا حركة دبلوماسية واحدة من طرف الجزائر السلطة، من طرف النظام الحاكم باتجاه الدول النافذة، باتجاه القيادة الفلسطينية. حتى المكالمة اللي تمت ما بين محمود عباس وتبون جات بمبادرة محمود عباس، تبون ما في التليفون لا إسماعيل هنية ولا محمود عباس ولا لغيرهم. وحتى لما عبد الرزاق مقري رئيس حزب معترف به حزب منبطح للنظام، لما جاء عبد الرزاق مقري يسافر وخبر اللي راح يحبس في الدوحة ويلتقى بإسماعيل هنية منع من السفر. تحب انت حماس تثق في نظام العصابة؟ اللي غالطين فيه الإخوان
السعوديين، بالإضافة إلى أنه النظام القائم في الجزائر لم يستشعر، وبالتالي النقطة هذه ماهيش من المستحيلات السبع أن تنجز. نظام إيقاف يجيب حماس ماهوش قادر يوفر الحماية، ماشي كما بكري كانت الجزائر قادرة توفر الحماية. كان الله يرحمه أبو العباس رئيس جبهة التحرير الفلسطينية، مطلوب دوليا، مطلوب بعد حادثة لاكيلورو، باخرة لاكيلورو اللي استولوا عليها يعني كوموندو من جبهة التحرير الفلسطينية، ورماوا واحد الشيخ عجوز على يهودي كان قاعد على فوتوي رولون، يعني فتيات تاع الناس القاصرين، رماه للبحر به بالفوتوي ديالو. وطبعا ملهيه محمود عباس عاد مطلوب رقم واحد من طرف الملكان، ما كانش مسخير. محمود عباس فين كان؟ مخبي في الجزائر. كنت انا وياه ندورو في لوطيل اوراسيون نضحكو نقولو واش يا محمود يا ابو العباس، يا ابو العباس راهم طالبين راهم يمدوا فيك 400,000 دولار، كان دراهم 400,000 دولار، كان دراهم حبسوا عليه بالريق الناشف. السيد مليح الجزائر، ولما يتنقل يخرج من الجزائر يخرج جواز سفر جزائري ماهوش حمل اسمه باسم آخر. زين كان دولة، نعم كان دولة، بالإضافة إلى كانوا إخوان موحد، ورام كان إخوان اللي رام يسمعوا فيها سألوا على اتصال معايا من موحد من جماعة أبو يد الكوموندو قيلول الأسود اللي كانوا مطالبين من طرف إسرائيل. الكوموندو هذا هو اللي قام بعملية ميونيخ 72 و قتل وخدع رهائن الإسرائيليين، يعني قام بعملية كبيرة، وكان حدث للعب أولمبيا تاع ميونيخ 72. وين كان الله يرحمه عاطف بسيسو؟ كان داخل خارج الجزائر مرتاح، يصور ويزور في الجزائر. وقتاش تم الموساد قتل، الموساد قدر يعني يصيدوا ويقتلوا، لما الجزائر تغلقت عليهم كان هذا في 92، يتصور العام عامين بعد سنة 90 خلاص أنا كنت غادرت الجهاز، وما ثاني يعني ما عادش يجوا الجزائر، أنا اللي كنت في اتصال معهم وفي التعامل معهم، ولما يجوا الجزائر أنا يعني كنت معهم دائما. بعد بسيسو تم اغتياله في 92 في مونبارناس في باريس، والأخ نزار يعني بقى هو مخبي يعني مشى للبنان بقى يعني مخبي هناك، ولكن يعني جماعة أيلو الأسود كانوا يجوا للجزائر، منهم أبو إياد، منهم أمين الهندي، منهم يعني مش معنا أبو داود، كلهم كانوا يجوا للجزائر، ما يخافوش تسلمهم الجزائر الملكة الأولى، يثيقوا في الجزائر، والجزائر كانت دقدوقة، كانت كيما بغا. يعني نقول إنه اليوم ولا فلسطيني واحد يثيق في نظام العصابة، كانش، ولا فلسطيني واحد،
قلنا انت ابو عبيده تجي تخبرك في الجزائر. كانت مكه الثوار. كانت مكه الثوار كان ثوار يعني كامل في الجزائر. يعني سوسوا لي تاباس، سوسوا لي بونتير نوار امريكان، سوسوا الحركات الحرب الافريقيه، كلهم كانوا في الجزائر. كانت الجزائر دولة بشلاغمها، ماشي بوالة بخنونتها كيما درك. ايه درك الجزائر هي بوالة بخنونتها، ايه نعم، عندها شقري عند بوال وعندها بوقديبة بخنونة. فوالا يمسح في نيفو مع اردوغان ورجل لا دروات ورجل لا غوش. ايه وي سا قاتش علينا. اذا القضية اقتراح السعودي لترحيل قيادة حماس إلى الجزائر غير ممكن أن يتم، وبالتالي المقترح السعودي والمخطط السعودي للأسف ما هوش راح ينجح. هذا هو الندم إذ أسف. ونتكلم كذلك الدور اللي تلعبه السعودية في القضية الفلسطينية والدور اللي تلعب فيه الجزائر اللي وقفة ظالمة ومظلومة مع فلسطين. شوفوا هذا يا بعد جنين.